السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا أحباب. نحن في ضيافة أخ كريم جزاه الله خير، دعانا للعشاء. وشيء ثاني عنده شيء، لكن نقول إن شاء الله ربي يوفقه في هذا الشيء، ونفرح بإذن الله عز وجل بفوزه بهذا الشيء. منو هالريال؟ هذا أخوي وحبيبي خالد المطروشي، مرشح انتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارجة، رقم ترشيح 79 الشارجة. فأخونا خالد المطروشي مرشح لعضوية المجلس الاستشاري بالشارقة، أسأل الله عز وجل أن يوفقه. بندردش وياه ونشوف شو عنده. أبو فيصل قول لي بسرعة شو عندك في نقاط سريعة. النقطة الأولى، أنا صوت الشباب في المجلس الاستشاري إن شاء الله. زين، وغير الشباب؟ عندي الشباب، عندي محور الأطفال واليافعين، عندي محور المرأة، عندي المحور الخدمي والمجتمعي. شو عندك للأطفال أبو فيصل؟ الأطفال قبل الأطفال، خلينا نتكلم عن الشباب أفضل، لأن الشباب اللي مركز عليهم أنا. الشباب لازم نعد الشباب من البداية، من مرحلة الدراسة الثانوية. عندي مشروع أو برنامج نقوله في السناب، يعني البرنامج هذا عبارة عن مساعدة الشباب في اختيار تخصصاتهم في الدراسة الجامعية. ليش؟ لأن بعد كم من سنة الوظائف الحكومية بتنتهي، فإحنا لازم نأهل الشباب إن يكونون يدخلون في القطاع الخاص، يدخلون في وظائف ما يدخلونها. مثلا ليش حاليا ما في ممرضين مواطنين شباب؟ ما في فني طب شاب. ليش؟ والله يا ابو فيصل، الممرضين ما بشتغل ممرض، انا بصير دكتور. تقول لي ممرض؟ خلينا زين النقطه ترى هذه بعدها. ليش اشتغل سيستر؟ تي تفكيرهم صح. عندي بعد المحور الخدمي والمجتمعي، اللي هو استحداث جائزه تتعلق بالمسؤوليه الاجتماعيه لدى الشركات الخاصه لتقديم الدعم للهيئات الخيريه. عطني نقطه اخيره ابو فيصل بسرعه. احنا ان شاء الله اذا وصلنا، احنا ما بننسى دور السابقين، احنا بنكمل وين ما وقفوا هم، احنا بنكمل. احسنت. احنا مكملين، وهذا النجاح الحقيقي لكل مؤسساتنا، هذا العرس الديمقراطي الوطني. نحن نقول الذين سيأتون ما هم إلا مكملين لما سبقهم. لا يمكن أن ننسب جهود السابقين، قدموا وبذلوا وضحوا واجتهدوا، جزاهم الله خير. وأخواننا البيوم من بعدهم بإذن الله عز وجل سيكملون المسيرة. وشهادة حق يا أحباب، هذا الأخ الحبيب خالد المطروشي، أخ حبيب نشيط ما شاء الله، متميز يحب خدمة الناس. أسأل الله أن يوفقه. كلمة أخيرة أبو فيصل. أنا أخوكم، أنا صوت الشباب خالد المطروشي، 179 اتذكروا 179.